قبل ما تنتهي، لان في ناس بتروح بلا رجعه ما بتعرفش ترجع، وفي الاخر يقول لك ايه، ما انا خلاص يا عم انا بحاول اعوضك، انا مش شايفك، بحاول اديك اللي انت محتاجه، انا مش شايفك، طب اعمل لك تعويض مادي، انا مش عايز منك حاجه، طب اهتم، مش محتاج منك، صوتك مش طايقه، نفسك مش قابله. فالناس بتخسر، فبلاش لما توصل للحاله لكده فخلاص لا عوده للعلاقه ولا للمشاعر، خلاص مفيش بقى، ولا خلاص المشاعر دي بتبقى ماتت اتجاه الشخص ده. خلاص. او بمعنى تاني، في حد يقول لك ايه، انا اتأذيت كتير في العلاقه دي، بقى خايف يفتح رصيد تاني من العتاب، او ان هو يكمل لا يتأذي تاني. عارفه كده، من كتر الوجع اللي الانسان عايش يقول لك ايه، انا هعيش وجع تاني، انا مش عايز اعيش وجع تاني، كفايه. خلاص الانسان بيستقل بنفسه وبيخرج من التجربه دي، وبنشوف قصص كبيره او حاجات كبيره والناس خرجت بعد سنين، بس كانت الناس دي بتتعرض للاهمال، الاهمال العاطفي والفتور الزوجي، وان انت ما تسمعش الطرف اللي موجود معاك وتحتويه وتخليه يفضفض ويتكلم وتهمله وتقلل من كل حاجه هو بيعملها وتكسر بخاطره، وحتى كمان ما تعبرلوش ان انت حلو او وحش، عمال تكسر بخاطره، كسر الخاطر. جاي لك سؤال ب اتعامل ازاي مع اللي اذاني نفسيا ومعنويا، ده اتجاهله، المفروض عليه اتجاهله واطلعه من حياتي وابعد عنه، لان الشخص ده طول ما كان قاصد ان هو يأذيني ده قلبه قاسي، قلبه قاسي، واللي قلبه قاسي ده عمره ما هيحس بوجع الناس اللي حواليه. ان الشخص ده بيبقى عنده اسهل حاجه ان هو يأذي قلب انسان تاني، ولا يهتم باي شيء. فالناس دي مهما اتكلمنا ومهما عاتبنا ومهما حاجات كتير جدا، هو عنده اسهل حاجه الايذاء. البعد عن الناس دي غنيم، اعتزل ما يؤذيك. اعتزل ما يؤذيك. لانك انت لو اديت فرصه للانسان اللي بيؤذيك هيفضل يؤذيك وهيفضل يجي عليك وهيستغلك بلا رحمه، او تغير شخصيتك عشان تعرف تتعامل معاه. يعني ايه تعامله؟ بس البعد اسهل. هو البعد اسهل، بس في علاقات بنبقى مجبرين على الاستمرار فيها. لازم شخصيه الانسان تتغير عشان اتعامل مع الانسان ده بنفس طريقه ذكائه النفسيه، او نفس النرجسيه اللي عنده، او نفس السيكو، لازم اعامله اهمال اهمال، او بمعنى تاني ان انا ما انتظرش منه مشاعر، او بمعنى تاني ان انا ما اديلوش فرصه ان هو كان يسيطر عليا زي ما كان في يوم من الايام بيسيطر عليا، ولا اديله اهتمام، ولا اديله اهتمام، ولا صدقه لانه كسرني واذاني الاف المرات. هجيب له منين ان انا صدقه؟ هصدقه ازاي انت كسرتني؟ وانا دايما بشوف ان الشخص اللي بيهون عليه كسر القلب ده شخص يعني ما بيحسش، بيكسر القلب بسهوله، وبيأذي الناس بسهوله، وبيشبع نفسه ان دي من حقه، ان دي رغبات لازم اوصل لها. وفي ناس ممكن تدوس على ارواح الناس مقابل نفسها. يا ساتر. وعايز أقول